دائما تردد علينا الحكم، ولكن عندما نتعايش معها تصبح حقيقة، وغالبا يولد من رحم المعاناة أمل وكفاح. ما بين الطموح والأمل وفقدانه هنالك حكاية، وبطل الحكاية أم عبد العزيز، امرأة سعودية نفضت جلباب الكسل وانتظار الوظيفة لتكون نموذج الاكتفاء الذاتي بإصرارها وتحدي العيب والعادات المقيتة. عشقت أطفالها فكانوا الملهمين لها، وأصبحت تدير مطعمها وحلمها، ولكن وضعت شهادتها الجامعية للذكرى فقط. فكرة المطعم جات بعد ما تخرجت من الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز، تخرجت بشهادة بكالوريوس. حاولت أقدم على وظائف حكومية عن طريق الخدمة المدنية، ما أتيسرت. فبعد كده بدأت أفكر إنه أنا لازم أشتغل، لازم أعتمد على نفسي، ولازم يعني أعمل لنفسي مدخل رزق. استلهمت أم عبد العزيز حبها للأكل الآسيوي وخبرة المرأة في الطبخ لتكون نموذجا متقنا وربما مبدعا، لحرصها على أدق التفاصيل في الجودة والطعم ولكسب زبائنها من كل الشرائح. مطعم أم عبد العزيز الواقع في مدينة جدة أصبحت خطوات زبائنها تتزاحم داخله، ويقصده كل المحبين للأكل الآسيوي، وذلك لدقة عملها ومناسبة أسعارها بشهادة زبائنها. لفت نظري أشياء يعني من ضمنها النظافة، يعني النظافة ملفتة يعني، وكل شيء ظاهر يعني زي ما انت شايف المكان مكشوف قدامك، الأكل ما هي حاجزة عن الطبخ. لم تنتهي الحكاية عند الكفاح، ولم تسرد إلا أجمل لحظاتها، وأصبحت المعاناة دافعا للعمل. كل الصعوبات هي ملهمة لأم عبد العزيز، وهي تحضن أطفالها وأجملهم رحمة، التي تستقبل زبائن المطعم بالابتسامة وتقول لأمها: أنت قصتنا وكفاحنا وملهمتنا، ولا ننسى أن شهادتها الجامعية فقط للذكرى. الصراحة كان في البداية بعض الرجال يستنكروا علي أنا كمرأة، إني أنا يعني مثلاً بأعمل في قطاع كله رجال، لكن في الأخير بصراحة يعني فرضت على جميع الرجال احترامي. ليش؟ لأني أنا أم بنتين صغار، أنا خرجت لهدف واحد ما في غيره، إني أعمل بس. لم تمنعها 13 عاماً من الكفاح والإصرار والعمل الدؤوب أن تكون أم عبد العزيز رائدة في الأعمال، وأيضاً أماً ومربية وحانية. بذلت في حلمها الكثير لتقدم لزبائنها هذه الجودة العالية، ولتكون نبراساً لكل امرأة كافحت وجاهدت وتعلمت. عبد الله الخرجي، الإخبارية، جدة.